اهلا وسهلا بكم مشاهدي قناه شوف تيفي في حلقه جديده من برنامجكم نسول الناس بمناسبه اليوم العالمي للصدقه واللي كيحتفل به العالم كل 30 يوليو. اليوم خرجنا نسول الشارع المغربي شنو هي المواقف اللي وقعت لهم مع الاصدقاء ديالهم والاصحاب ديالهم، وشنو احسن واخيب حاجه وقعت لهم معهم، وشنو هي الرسائل اللي يبغيو يوجهوها لاصحابهم. نشوف الاجابات ديالهم ونرجع لكم من بعد، ما تمشيو فين. وما المواقف كثار ما قدرتش نتذكرهم كاملين. والمهم في هاد العيد الصدق نوجه التحيه لصحابي كاملين، منير، حمزه، اسامه، مهدي، بادر، اشرف، اسماعيل، غزوين، يعني وسمحوا لي اللي ما ذكرتش الاسماء ديالهم. بطبيعه الحال كنخرجوا مجموعين، كندخلوا مجموعين لدرجه ان العلاقه تطور ووصلت للعائلات الحمد لله، قدرنا نبات عندهم يباتوا عندنا الحمد لله. هذا الشيء تطور وهذا الشيء فضل الله سبحانه وتعالى والنيه الصافيه. وهذا الشيء راجع للحومه اللي كبرنا فيها تما فين تعلمنا الحب والتلاؤم الحمد لله لحي الهجاجمه. وانا كنفتخر نكون منتمي لهذا الحي هذا اللي كنعيشوا فيه احنا دابا اخر الايام. مواقف وقعت لي مع اصدقاء ديالي هو اننا عندي واحد الصديق فهمتي انه هو خوش ياك، وديما كيتعامل معايا وكيتعامل معايا. حتى هو البارح قلت له اخويا حسن لي الله يحفظك ياك، وباش يحسن لي بدا كيفهمشي بدا كيخدم معايا داك الشيء ديال صافي. وانا ديما كيجي يعيط عليا في الدار كنقول له واخا مهود انا مهود ياك، كنجي نعيط عليه ما كيبغيش يهود. قلت له حسن لي ماشي شي حاجه صاحبي، اش دار موسى يهودو؟ علاش عرفتي علاش هادشي كامل؟ هادشي كامل حقاش هو كيطالب الشارج كيدير بحال هما. علاش اخونا مهود بعكاز انسان لحمه طيبه صاحبي وما باغيش صاحبي يهود صعب الدروج جوج خطوات ما باغيش يهود بزاف. واش انسان قلنا لي يلاه على البحر قال لك لا بيبسي ما بغيناش نمشيو ليه عندي ما بغيناش نمشيو في غير شي محمديه. دابا قلنا لي يلاه قال لك لا انا ما بغيناش داود خاصني نمشي في الصباح. هو صاحبي بالروج ولا صاحبي عشران من فرده ديالي هذاك كنسلم عليه شيري واخا يدير معايا التعامل هذا داري حسن لي وحسن لي دوز. وهي المشكل دابا ديال الصديق هو في الثقه زعما ما النيه ما بقاش النيه بيناتنا، كل واحد كيضرب على مصلحته فهمتي. كاين اللي كيستغل لك انت انك نيه وكيتكلم معاك وكذا وكذا، ولكن هو باغي منك شي حاجه باغي الفائده ديالو. النهار اللي كتبغيه هو ما كتلقاهش. قال لا هاد الناس اللي عزيز عليهم ولو دابا انسان امتى تعرفوا امتى وقت الشده يتعاون معك وتعاون معاه. زعما في الطوبيس وراني البلاصه كنت بحال مثلا الطوبيس 120 كتشد طريق اخرى وقال لي راه الطريق الاخرى هو راه كيعامل الحي عندنا. بحال مثلا كنت واقف في هاد البلاصه بقيت واقف حتى جا هو، كون ما جاش هو كتبقى واقف. صاحبك هذا كتعرفو؟ كنعرفو ساكن معنا في الحي ماشي صاحبي شي صداقه نيت ولد الجيران وصافي. لا باقي مزيانين ولكن هو كل واحد الصديق كيفاش داير. ونقول لهم تبارك الله عليك الله يسهل عليهم الله يجيب التيسير، اي واحد كيبغي خير الناس تبارك الله عليه الله يسهل عليه. كاينين الدراري تبارك الله عندي في الدوقي صلاح عندي لا سيغون بيغني كاع الدراري مساكن حمزه ولاد الجاجمة اون جينيرال كاملين اخويا كنوجه لهم التحيه بمناسبه اليوم العالمي للصداقه. واخويا شنقول لك الدراري هنا الدراري غادي صافي ما بقاش الجاهليه بلادهم غادي كيتطور العالم غادي كيتطور وكنشكروا الدراري اللي غادي كيبدلوا في العقليه. صاحبتي سميتها خوله، كنا انا وياها 3 سنين مصاحبين. كنعاود لها كتعاود لي كل شيء وكنا تخاسمنا تشراونا صداع بنات بحال هكا صافي تخاسمنا. دازت في وقيته ورجعنا كندويو صافي طلبنا السمحه من بعضياتنا نو جامي لا عمرني نسمح فيها. عزيزه عليا بزاف بحال اختي وكنعاود لها كل شيء وكتعاود لي كل شيء واي حاجه كتبغيها كنعطيها لها اي حاجه هي كتبغي. دونك ما الله يخليك ليا و بيزو. واحد الدري عشيري سميتو اسامه سميتو السكاك عشيري من ايامات اعدادي من الثامنه كنتخاصمو عادي بحال هكا نتخاصمو سيمانه نتصالحو عاوتاني عادي كل أخوة صاحبي الروح بالروح. شحال من مرة عشيري هو عادي كيصوفيني كنصوفيه كل شيء من برا التحية كون القدر لي. عندي صاحبي عزيز عليا معاد السرغيني عشيري ديال بصح بزاف يعني من الصغر وأنا معاه قول 22 عام يعني من الصغر من الكبر لحد الآن هو وقتش ما احتاجيش وكنلقاه وقتش ما احتاجني حتى هو كنلقاه حتى أنا
يعني عشيري ديال بصح. اغرب موقف طرا عليا ما هي واحد النهار، المهم راك عارف حنا التيتيز الدريات فهمتي، واحد النهار انا بالغلط انا اللي درت الغلط ماشي هو، هو كان عنده حال الفيسبوك هي حال التيتيز ديالو فهمتي، وانا باش كنعاير فيه يعني عادي 20 غنبدا نعاير فيه عادي صافي، هو ما تقبلش هذاك الموقف قال لي علاش طنط غادي، هذا هو تقريبا سوء تفاهم الوحيد اللي كان بينه وبين دغيا تصالحنا يعني كل سيمانه تقريبا. كنقول لك وين قولي راك عزيز عليا بزاف وراك عشيري ديال بصح. رجعنا لكم مره اخرى مشاهدينا، كمش معنا فبمناسبه اليوم العالمي للصدقه واللي كيحتفل به العالم كل 30 يوليو، كانت هذه الطرائف والمواقف اللي وقعت لمجموعه من الاصدقاء من الاصحاب ديالهم، ولكن كيبقى الحب والصدقه اهم من كل شيء. حتى انا كنكون وصلنا لنهايه برنامجكم سول الناس، نضرب لكم موعد في حلقه جديده سؤال جديد، تبقاو على خير.